احنا عنا وقع الاعلان على تي جي في دنيرمون البارح، وما نعرفوش اذا كان تي جي في نجم يكون عائق قدام مؤسسه اللي قاعده توا تربط بين شبكه الطرقات في تونس بين الجهات والولايات اللي هي الاس ان تري. هذاك علاش جبنا السي هشام العساس رئيس المدير العام تاع الشركه. مرحبا بك سي هشام. يعيشك سي نشأت، بارك الله فيك على الاستضافه. يعيشك وبارك الله فيك. ومن ناحيه اخرى في الجهه المقابله عندنا النقابه اللي هي تمثلها لو جي تي تي، مدام ريم كافي. مرحبا مدام. مرحبا بكم ويعطيكم الصحه على الاستضافه. شنو هي الصفه نتاعك؟ كاتب عام مساعد نقابة أساسية للإطارات والإداريين، كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للنقل بجي تونس. واضح. باهي. قبل ما نبداو ساعة في تشخيص هشام. وي. لي في دانونس نتاع التي جي في أثر فيك شوية ولا؟ والله شو أثر فيا دون أن سونس، أنا كشركة. شركة النقل بين المدن يلزمني نكون في حالة استعداد. شو معناها في حاجة استعداد؟ خاطر المشروع هذا يبقى كونكورونسي ديريكتومون معناها لا اس ان تري. خاطر هو يساجي بلي بيان معناها نتاع نقل بين المدن. دونك يبقى كونكورونسي. احنا ديجا نعيشوا في ان ميليو كونكورونسيال. عندنا المريح، عندنا الواجهات، عندنا البارتيكولي، عندنا كل شيء. دونك انا شنو نقول؟ نقول لا اس ان تري دوا معناها فير بروف de sérieux, de qualité de service pour prendre place معناها في المارشي لوكال. داكور. لا اس ان تري مالوريزمون معناها في السنوات معناها الاخرانيه الا بيردو بوكو دو بلاس. بصراحه. لا هذاك في التشخيص باش نمشيو. صحيح في التشخيص. انا ديجا نحكي لك على تي جي في. احنا جوستومون تي جي في يلزمنا احنا بور بوفوار كونكورونسي ان معناها ميجا بروجي كيما هكا يلزمنا نستعدوا من توا، يلزمنا معناها نشوفوا كيفاش نجدوا معناها البارك، يلزمنا نشوفوا كيفاش معناها اون ريورغانيز معناها الشركه، كيفاش معناها اون جو سور فوالا لي بوان فور دو معناها لا سوسيتي. باهي فوالا. مدام مدام ريم كافي، انت شنو رايك في الكلمه اللي قالها السيد وزير النقل اثر لقائه بسيد رئيس الجمهوريه اللي كونه باش نشوفوا توا دراسه على التي جي في واللي هي كانت موجوده من قبل روح. انا ما نكتبش عليك، انا مانيش متخوفه برشا من الموضوع، على خاطر نعرف اللي عندنا برشا دي بروجي من النوع هذايا في تونس اللي عطاهم ونتوا نستناو في الانجاز نتاعهم، وما في طور انجاز ومازال ما صار منهم حتى شيء. نشجع انا استثمار من نوع هذايا في تونس، ونعرف اللي الشركه نتاعي معناها البو تونيغ لو كو، هي تنجم تكون معناها كونكورونسيال تبقينا. هذه ما يخوفنيش. علاش؟ على خاطر باش يشوف بور فوار لو جور البروجي هذايا. ايبا فو اتوندر. مراد، اسكو سو بروجي اي رياليزابل او با؟ والله انا اللي في دانونس عجبني. على خاطر سيتينا في دانونس. وباهي التوانسة بصفة عامة يسمعوا تونس تحب تعمل تي جي في. بالطبيعة نحن نعرفوا كل معناها سامحني، المغرب لو عندها تي جي في. لا لا، وحتى السنغال عندها تي جي في. وثم بلدان أخرين معناتها مش هذوما في أفريقيا نحكي نعرفهم أنا في بالي بهم. وأخيرا استني في دانونس باهي. كان ثم البنية التحتية ويتعمل تي جي في ما يرى النور إلا ما يكون معناتها هما باش يعملوا دراسات. ما عملوا دراسات، ما فهموا. شنو هو اللي هو رياليزابل او با؟ ما جات 20 سنه اخرين باش فهمنا باش نعملوا تي جي في، يمكن وقتها نوليو نجريو وينو تي جي في. داكور. مخر ديما يلزم دام نظره استباقيه في الحكايه تضم. كيما لي ريفير توا بناوا بدات الافكار في 2002 ولا 2000. توا نقولوا وينو لي ريفير نجريو ونسيحوا ونعيطوا. فهمت بورتو النفيذة بدات الافكار في عام 91. توا نقولوا وينو، فهمتني؟ معناتها كان ما جاتش فكره وقتها هكاك راه يمكن توا. واضح. عدنان. انا مش ماني مانيش من راي الناس اللي في الطاوله الكل، تبارك الله الناس الكل فرحانين في الطاوله والتي جي في. انا نقول بربي ما عادش مانيكو علينا، ما عادش تستبلغوا عقولنا. تي جي في في تونس. السيد اللي قال الكلام هذا يعرف اللي احنا في تونس فوا ميتريك ماهيش فوا نورمال. تعرف معناها فوا ميتريك ولا؟ معناها احنا تو مازلنا بسكه نتاع الاستقلال نتاع الفرنسيسي اللي متعدى عليها حتى ترينو. ترينوات نتاعنا نشيلوا فيهم دوبل على خاطر نعملوا لهم في سكه سبيسيال لهم هما، بيحب يعدي السيد اللي قال هذا يا اخي مخه فوقه، يستبله في التوانسه، الى انسيت نوتر انتيليجونس، يسخينا ما نفهموش 130 مليار كيلومتر.
باش تعمل سكه نتاع تي جي في تحكي بجدك لي سنتري باركه والناس ما بقاتش كيران باش تمشي. عليه نجم بارتنير يجي يدخل كيما عملنا لوتوروت كلا سامحني سامحني نكمل لك كيما عملنا لوتوروت قبل يجي واحد يحط ان بروجي سور 40 ans سور 50 ans يمشي يمشي وحده وحده تي احنا من تبرقه من بنزرت لبن قردان 1200 كيلومتر هاك ولا عندك طياره تخرج ب 25 مينوت ب 50 دينار تمشي وتجي الجربة بون مش 50 هي 80000 300 دينار اللي روتور 100000 ماشي وجاي حسب رايك انت وعندك مطار في قفص ومطار في واحد وعندك السنتري وعندك انفراستركتور روتير وتوروتات قاعد يتعاملوا قداش باش تكلفوا انت دابور لازمك تنحي الموامتريك الكل تعرف معناها لازمك تقلع السكه نتاع تونس الكل تقلعها وتبدلها الكل نورمال وتزيد عليها الالكتريفيكاسيون جديد بربي لو كيلومتر نتاع التي جي في السيد اللي مشى يطلع في التي جي في قداش يخلصها تذكرته باش يمشي بن قردان باش يضرب ساعة ونص. يسودو قدم له واحد قدم له واحد كل يوم. والفلوس هذوما منين بجيبهم؟ الفلوس هذوما شري بيهم كيران للسنتري خلي تمشي تهز العباد. يا الوزير يحكي على التي جي في بربي شو شوف بربي علاش تضحكوا علينا في العباد في العالم علاش؟ باهي واضح. خليني نكمل كلمتي بس سي تخي امبورتون. وليو دو سوكيبي دو سا دي في دانونس من نوع هذا داكور كان نمشي ونهزوا ونحطوا كيران للسنتري وللسنتي والناس ملوحه في البطان وللسن سيفتي ونمشيو نتلهوا بالفوا ميتريك ها مش اهم مش هذوما مش الشهر الجاي ندخلوا ناس تخدم مش المواطن غدوه يطلع في الكار قالوا تي جي في ما عندهم ما يعملوا كان لهيلي بالتي جي في بربي تفدليك تفدليك نسكروا بارونتيز انا نتخشش على خاطر الناس تستبلى فينا عدنان عدنان نسكروا بارونتيز ان تي مو في الموضوع هذا سامحني انا في اعتقادي وقت اللي يخرج السيد وزير بعد لقاء مع السيد رئيس الجمهوريه ويعلن على مشروع ضخم كيما هكا انا ما نتصورش كون الامور جات هكاك معناها بدون دراسه معناها رئيس الحكومه في بالها اكيد اكيد ما ينجمش معناها عضو في الحكومه يصرح معناها على مشروع كيما هكا اذا ما فماش معناها دراسات اذا ما فماش تمويل اذا ما فماش حاجات كيما هكا سامحني سامحني قال لك باش نبداو الدراسات فوالا انا ندائي لمدام بودني اللي هي انجينيور دي جراند زيكول فوالا بنت عائله كبيره كيفاش تخلي كلام هكا يتقال؟ سامحني انا عندي عندها مستشاره باش نسكروا عندنا ليميسيون تاعنا راهو مش تجي ربي يسكروا البيرونتيز هذه خاطر تنرفز البيرونتيز هذه معناها تنرفز ياسر تنرفز تفضل تفضل مراد نخرج بارونتيز ولا لا لا باش نتكلم الفكره علاش قلت فكره باهي على خاطر نحن دعم في تونس والنقل رابطين بعضهم دعم ونقل كان تي جي في ما عادش ثم دعم نخرج من لوجيك تاع دعم تو سنتري ما طلعش في الاسعار نتاعها حتى حد ما طلع في الاسعار الا مره في الخمس سنة وعلى خاطر مربوطه بلوجيك كامله كان تحط موارد معناتها تحط اسطول تاع نقل جديد ماهوش مربوط باللوجيك تاع الدعم هذايا جمله واحده يمكن نخرج من المشكله وندخل في الفيابيليتي ايكونوميك فرد مره واضح سكرنا البارونتيز نمشيو تو لموضوعنا اللي هو لاسينتري نمشيو التشخيص انيس التشخيص سي هشام نبدا لك بسؤال قداش عدد المسافرين نتاعك في الشهر ولا في العام؟ شوف احنا معناها تقريبا معناها عدد المسافرين معناها انويل بلوس كو 20 مليون معناها مسافر 1 مليون باغ 20 مليون وقداش عندك من بوس؟ عندي 131 البارك اوفيشي اكتويل لو بارك كل يخدموا ولا مش كل عندي تو دو ديسبونيبيليتي تقريبا وزالونتور دو 70% سي اون مويان معناها في 80 صحيت عندي تقريبا 80 كار اللي هما ريالمون يخدموا به وعدد اون مويان ساعات تلقى اكثر ساعات تلقى اقل اتسيتيرا اتسيتيرا عدد الرحلات من 80 من 80 خلي نزيد نعطيك ان ديتاي كي بلو معناها سينيفيكاتيف من 80 عندي 40 كار اللي هما يعتبروا جدد اش معناها؟ ستادير جدد ستادير فوالا عندهم 3 زون عندهم 3 زون داج كي اسيو قداش كيلومتر ماشيين؟ صحيح ماشيين تقريبا اكثر من 700 و800 الف كيلومتر باهي فهمت بالمناسبه هذه معناها بصراحه على خاطر باش تلقى كار معناها فما سكون ابل اون سور اكسبلوتاسيون
معناها كار عمرها 3 سنين وماشية معناها 800 و 900 ألف كيلومتر، معناها فما عندنا شوفرية نحب نوجه لهم تحية، ناس قاعدة تستحفظ على الماتريال، وعندك المينتونونس زاد كيف كيف نحب نوجه لهم تحية على خاطر قاعدين معناها يقوموا معناها بالصيانة اللازمة باش تنجم الكار تعيش لك معناها 900 ألف كيلومتر. عندنا كيران معناها سي نشأت يمشي ويجي وما يقفوش موتور ما يوقفش. أيوة. فهمت كيفاش؟ وبالنسبه تو قلت لي انت عندك تو لي بوس اللي هما تو ديسپونيبل ويمشيو في 80 هكا ولا في 80 هكا 80 حافله عندك نيه التجديد؟ عندي بيان سور. قداش من حافله عندنا تو اكتويلمون؟ عندنا ديجا فما كار دخلت، عندنا 4 كيران بينتو معناها دون 2 سومان هكاك معناها. انت البرنامج نتاعك برنامج عندي اكتويلمون في 2022 عندي 32 كار باش يدخلوا. لي بوس هذوما اوكازيون ولا جدد؟ جدد. ليه جدد؟ من برا ولا من تونس؟ لا من تونس. من تونس. بون دونك المشكله غادي. ايه. من تونس. المشكله غادي. ما فما حتى. ولي بوس اللي عندك تو استنى باش نقول لك، لي بوس اللي عندك الكل كلهم من تونس؟ كلهم من لا ال 80 اللي تحكي عليهم ولا 130 فما كيلكو بوس، لي بوس اوزاجي اللي تاخذيهم من فرنسا كيلكو بوس. باهي الوضعيه نتاع لي بوس اوزاجي اللي تاخذيهم من فرنسا كي نحطوهم اون كومباريزون مع لي بوس اللي تاخذيهم من تونس ان هما دوري دفي نتاعهم خير. اللي من تونس خير بيان سور. اه بون؟ خير من لي زجاجي اللي من فرنسا. وي وي وي. باهي واضح. دونك هذايا بحكم الخبره نتاعك. بحكم الخبره نتاعك مش الخبره الواقع. هذايا الواقع مش الخبره. بحكم الممارسه. الممارسه هذايا الواقع اللي قاعدين نشوفوا فيه في التو دو ديسبونيبيليتي والتو دو بان. معناها نلقى لي فيكول اوزاجي معناها الفريكونس نتاع البان اي تري امبورتونت. بكش خديتهم قدم ياسر. شو خديتهم قدم ياسر. فو بريسيزي سيت كيستيون. قداش لو تو لاج مويان تاع لي بوس جدد اللي قاعد تعمل عليهم كومباريزون؟ معناها تو كومبار ان بوس عمره 4 5 سنين تونسي بوس عمره 14 15 سنه يوزاجي هكا ولا؟ دابور لا تستقيم. ما تستقيمش تقارن حاجه عمرها 14 سنين بحاجه ب 14 سنه. تو لو دوزيام تو قداش لو تو دو ديسبونيبيليتي دي بوس اللي عمرهم 14 15 ans؟ كيفاش قلت لي؟ لو تو دو ديسبونيبيليتي ولا لو تو دو بان دي بوس كي اون 14 15 ans قداش؟ سيت ان اللي قال لي ما عندكش 14 ans. لا لا لو تو دو ديسبونيبيليتي دو بارك اللي هو عمره 14 15 ans شريتوه جداجي قداش؟ 10-20% تو دو ديسبونيبيليتي. تري بيان تري بيان تري بيان نمشي واحده واحده. كالي لو تو دو ديسبونيبيليتي دي بوس تونيزيان اللي عمرهم 6-7 ans؟ تلقى 70-80. مي التو نتاعكم الدوبل نتاع ترانسلو خاطر ترانسلو سي 20%. شوف الكار التونسي تطيح بعد 4-5 سنين وتبدا تدخل. الو خاوش نقول لك حاجه. شوف بلي سامحني خلي خلي نجيهم كمان. خلي نكمل خلي نكمل نجيب لك خاطر بور انفستيسمون لو كو دانفستيسمون وقت اون سوت دو كوك على انت تطرح سؤال خلي نجاوبك وخلي معناها حتى المستمع يفهم. ولا هذا شنو انت قاعد تعمل في كومباريزون ما بين ترونستو ولا سنتري اور سو سون دو شوز معناها كي سون انكومبارابل. علاش؟ مي بيان سور يعمل لونغ دون تراجي هو انا معناها لا ناتور دو بوس لا ناتور دو بوس مش كيف كيف كيفاش مش كيف كيف هم من عندهم دي بوس ستاندار اي دي بوس ارتيكولي انا عندي دي بوس كونفورم تاع الانتر اوربان داكور هو يعمل مسافه سمحني خلي فما لي بوس نتاع ترونسو يعمل معناها في النهار في 50 و 100 كيلومتر بيان سور في الاوربان يعمل في 500 كيلومتر اوربان في النهار 12 روتاسيون سور اون ترانتين دو كيلومتر بار جور اقصر سيركوي 12 هذو 300 اي 300 كيلومتر 300 كيلومتر تو داري دو فريكونس شوف سي 3000 احنا 300 كيلومتر احنا هذيا وقت اللي يمشي احنا من تونس للذيبه هذيا سي لو دوبل هذا الي سامبل روتور هذا فوق ال 1500 ولا 1200 كيلومتر سي سو سون دو شوز انكومبارابل ميكانيكمون فهمت دونك حتى سور لو بلان مينتونونس ما فماش مقارنه. الوغ جوست بور ان بوان تكنيك انا شو بلي ان اوتر ديتاي تو شفت انت لي بيوس يوزاجي ما نحطهمش على لينغروند ليني ما نجمش نحطهم على خاطر ايل بوف با اسوري لي لون تراجي. تري بيان شفت كيفاش بار كونتر ترونستو هاك البيوس ستاندار ولا ارتيكولي ينجم يحط وين ما يحط ينجم معناها يحطها في ليني نتاع ريون نتاع 10 كيلومتر كيما ينجم يحطها اقل. نعطيك معطى سي واحد معطى تقني بحث ان موتور ديزل كي تحطو ستاندار يخدم يعمل 700 كيلومتر هو سنوز 4500 تور مينوت يبدا مرتاح ولا لاباس عليه ويعمل لك 1500 كيلومتر مرتاح التهريس
نتاع موتورات نتاع ترانستو 10 مرات قد التهريس نتاع نتاع تعرفش علاش؟ اقف امشي اقف امشي اقف امشي اقف امشي تيح امشي. التهريس مش كيف كيف الوغ كو لو موتور اي لو ميم. دونك موتوراتك وكيرانك نورمالمون كي يبداو سيغ اوتو روت ومريقلين سيغ دو لونغ ديسونس يبدا مرتاح كيما الكهرباء مرتاحه والمازوت هكاك. دونك انه تقول انتم مرتاحين اكثر من ترانستو هذه حاجه. اثنين بالنسبه للكيلومتراج انتم تقول لي لي بوس اوزاجي صحيح علاش على خاطر لو تو دو با تقول باش نبعثوا القفصه يطيح لي شي في قروان ولا حاجه بس كان بروبليم ها سو كو فو ديتي فري مي كي نقارن نقارن لافيستيسمون اللي عملتوه بلو كو لافيستيسمون اللي عملتوه بالبوس هذاك بارابور ا بوس تونسي اللي اور نورم فابريكاسيون اور نورم لا بروف سي كو ما فما حتى مصنع تونسي اكسبورت كعبه لبرا ماهي موافقه حتى مواصفات عالميه جمله اورو 3 داكوردو هذوك وهاني نشوفوا فيهم كيفاش يتيحوا بعد ثلاث اربع سنين فما صفقات يرجعوا خاطر يقطروا بالماء والاخرين تجيك بعد 14 عام سومها 10% تاع الاخرى تعمل لك شي 20% ولا 30% سور لي ديستانس كورت سا فو بيرمي دو سوفي لا سنتري اليوم بو ان بروبليم دو فينانسمون وقتاش نوافقك وقتاش نوافقك وكلامك يولي صحيح تكنيكمون نقصد نهار الفورنيسور نتاعك التونسي يجيب لك سوغ ان ابل دوفر انترناسيونال نفس المواصفات العالميه بنفس السعر وقتها نسمع كل مدوضني اما انه اليوم ناخذوا المال العام بور جوستيفيي اون موفيز كاليتي اللي تخلي البارك يتيح وتخلي لي سنتري في الحاله اللي هي فيها اليوم ونخرجوا بك اللغه اللي يقولوا فيها هاللوبيات هذوما قال شنو والله الخرده القديمه تجيبوا فيها مانيش موافق هذا تماما خاطر بالنسبه لي مهم ماشي لي سنتري مهم التونسي اللي في القروان يحب يهبط لتونس ولا باش يهبط القفصه اللي قاعد ملوح ما جاتوش الكار داكوردو وهذاك ماهيش مشكلته وتحب اقول لك الكار اللي جبتها من برا بوتيت خاطر عمرها 14 15 عام تعبه وكل شيء سا سي ان بروبليم دو مانتونونس اللي تنجموا تحسنوه باش تولي تشد خاطر كي جاتكم هي من برا جاتكم تمشي وتضرب 500 600 كيلومتر ما تقفش عمرها 14 عام كي هبطت لونس ولا تولي ما تعرفش تعمل 100 كيلومتر دونك ان بروبليم دو مانتونونس ان بروبليم بوتيت دو كاليتي دابروش تكنيك سور سو تيب دو موتور اللي احنا ما نعرفوهمش في تونس بيس دو ريشارج يعطيك ما عندهمش لي بيس دو ريشارج برافو مدام كي تقف اون بان ما تلقاش القطعه تقعد ريقده دونك المشكله ماهيش الكار المشكله سي احنا كي خذينا الكار ما خذيناش معاها لي بيس يعطيك صح لي تكنيسيان موجودين ولا شو هذا نحب نعرف لا 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 الكلام نحب نزيد نعقب عليه شويه للتو سنه سوري تو انا جوجي خاطر سنه نحكي معك حتى انا تكنيكمون تو باش نحكي معك انا تكنيكمون اي سيدي بالنسبه للي بوس اوزاجي لي بوس اوزاجي صحيح معناها اخذيهم قدم معناها الموين داج نتاعهم اي تري زيلفي بتاتر اكبر من اللازم غير شوية تو احنا نحكيو لي فات صحيح شنو اكثر ولا اقل اما نحكيو لي فات شنو عملت ميور شوا شنو اللي صار ولهنا احنا اوني با اون تران دو معناها دو كومباري ترونستو ولا سنتري كل شركه شفت لي سنتري شفت ترونستو شفت لي تريز معناها سوسيتي ريجونال كل شركه اللي تشبه لها خواص غير بشوية عاد نحكي على الببليك انا تو لي سيرفيس بوبليك في الكل بريفي بوبليك لا نحكي على لي زونتربريز بوبليك ما نحكيش على لي زونتربريز بريفي على خاطر معناها بالنسبه للصفقه نتاع لي بيوس يوزاجي مش ملش لي بريفي نحكي صحيح. على البوبليك صحيح صحيح داكور صحيح كما قالت مدام ريم فما ان بروبليم تاع البيس دو روشانج صحيح ولكن البروبليم تاع البيس دو روشانج هذا يخص الكيران اللي توا ما عادش يخدم احنا الكيران اللي يخدموا لي بيس دو روشانج نتاعهم موجودين وقت ما جاو كيما تحكي ما انت الكيران اللي يخدموا توا ما يتيحوا اون بان ولا كيفاش قاعدين يخدموا ما نجيبوا لي بيس ونصلحوه سينو ما قاعدينش يخدموا تحكي على جبتهم برا ولا من نحكوا على لي بيس يوزاجي مازال ما حكيتلكش على تونس هذا توا داكور معناها فما كيلكو بيس علاش قلت لك نومبر تري ريدوي اللي بقى اللي قاعد نخدموا به والهدايا البارك شنو نخدموا به نخدموا به هيك سبيسيال اللي بتي تراجي اللي ما يقلقوش معناها حتى كان تحت بان سبيسيال شو معناها؟ معناها عندي هذيك لي كونفونسيون ترونسبور دو بيرسونيل خدام تونيسير معامل كذا تي هكا نمشي ليكيب دو تيباناج نصلح فهمت كيفاش؟ دونك بلي سامحني خلي نوضح النقطة هذه تكنيكمون سي تري امبورتون مش فاهم الموضوع هذا كيفاش؟ دونك نرجعوا توا معناها لي بيوس معناها تونيزيان جدد لي بيوس نوف انا بصراحة توا لي بيوس عندي معناها مش لازم نسمي الماركة لي بوس وقت لي ان بوس وقت يمشي لك 900 ميل كيلومتر وتقول لي معناها كاليتي مش باهي سامحني مش صحيح دون 3 زون يمشي لك بشوي النورم نتاعو شنو
خلينا من نورم. شنو خلينا من نورم؟ خلينا من نورم. من نورم سيسي. خلينا من نورم. كار غير من نورم. بشوي بشوي. في بالك الكيران بتاعنا حتى افريقيا ما تشريهمش؟ اورو تروا حتى حد ما عاد يشريهم؟ غير بشوي. ساقات تسمى سلعة ساقات. لا 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 مش ساقات. غير بشوي بشوي. احنا شو؟ شفت احنا الاورو تروا اللي تحكي عليها؟ كان يجيب لك الكتريك. اتو نروح له. ما انت ما قلتلكش الكتريك. ما عادش نحكي على الاوروسيس. علاش تحكي على الكتريك؟ تحكي على الاوروسيس؟ سانكسيس. انا لوروسيس ما تنجمهاش علاش على خاطر اذا لورو تروا تو ب 650 مليون وانت عاجز باش تاخوها كيفاش باش يجيب لك كار مليار باش نجاوبك تو تسويت ومليار و200 باش نجاوبك صحيح ولا لا لا لا, لا مش صحيح تحب نجيب لك هاو نجيبوا لك اليوم اورو 4 وصاروا دي زابيل دوفر واورو 5 ونورماليزي اوروبيان وارخص من تونس هذاك موضوع ارخص من تونس ما تعطيش ما تعطيش شوف ما تدافعليش على لا ما ندافع لا لا ما ندافعش انا نحكي على سندري اما ما تجيش تدافع لي على المصنعين لا نحكي تكنيكمون ما هلكنا في تونس ثلاثه مؤسسات مصنعين مبركين المرفق العمومي كله بصراحه عدنان نقصوا الموضوع لا خاطر هكا طولينا ولينا كل حاجه موضوع تعرف تعرف اللي كونسيسيونير مش ندافع عليهم خاطر ديبارتمنت لا تعرفش علاش نقول لك حاجه لورو تروا ولا لورو كار ما يتباع في حتى بلاد في العالم يا رسول الله عدنان عدنان وصل الميساج فما كان في تونس برك يتباع لورو كار باقي تدافع عليها عدنان وصل الميساج انا ماذا بيا نخدم مش بالليبريد ماذا بيا نخدم بالالكتريك سي هشام سي هشام سي هشام تفضل راهو كان كون مش نقعدوا في كل نقطة باش نحلوا فيها هكا راهو راهو المواطن التونسي ليه نرجع نرجعوا برا باش المستمع معناها ياخذ معلومك فما حاجات راهو مستمع ما تهموش حاجات تكنيك ما تهموش انا خاطر في التشخيص ما تدخلش في الحكاية هذوما خاطر فما حاجات ما تهموش بس سي مراد التعليق كان والله انا تو نبداو ساعة نعملوا التشخيص تاعنا للسنتري التشخيص عندي العديد من الاسئلة انا ما لقيتش ساعة حتى معلومة مالية في السيت ويب تاع السنتري أيوة. على باش نجم نشارك في بصيرة فعالة في الحصة هذيا ونقول السنتري تحصلت على بعض المعلومات من جوانب أخرى هكاك تلازيت معناتها باش نحضر الميسيون تاعي وباش نعطيهم وتو يصلحني السيد الرئيس مدير العام كان غلطين المعلومات اللي عندي فهمت اللي السنتري على كومولي بلوزيور بيرت خاسرة كل عام توا من قداش البيخت اللي لقيتها؟ من لها 15 سنة يمكن هكا إيه خاسرة قداش باش يصلح؟ لا ما نهمش الكوميولي 65 مليار كوميولي خاسرة 65 مليار لا الكل في كل معناتها حتى اليوم باهي هو عام 2020 بركة يمكن في 16 17 مليار دينار خسارة قلت لك وفي 2019 في التسعة والعوام الاخرين كل ماركة كل عام شوية هكا قال لك كوميولي 65 مليار انا قلت لك 65 مليار هي راس مالها الكل معناتها 8 مليون 8 مليون 8 مليون 500 معناتها اوكي هي اللي سون سوسيتي كابيتو بروبر نيجاتيف نعرفوا اللي هي راهو باش نبداو واضحين سي سيكتور كونكورونسيال ما تاخذوش الدعم اما عندها اتفاقيات انها تنقل بعض العمال في بعمال وكل ولا اللي تقول فيه مهم ياسر صفيه محرر تعطينا الاخبار وبعد نرجع معك انت اون ريبرون لي ديتاي هذوما وبعد مع سي هشام ومدام ريم باش تحكي مع